فلو أنا أبحث شوي هيك عن كل نبات أعرف كيف أعتنى فيه، ولما أشوفه عم يكبر وحالته حلوة كمان برتاح نفسياً. مرهف قريسمين، مدينة إدلب، مهندس زراعي. درست بسوريا وكنت أدرس بسوريا، خلصت 4 سنين هندسة زراعية، 5 سنين بسوريا. وبعد ما طلعت على تركيا ل2013 هون حاولت أرجع كمل دراستي اللي انقطعت عليها، وتخرجت عام 2017 وفتت على يعني سوق العمل والزراعة. فاشتغلت بشركة نباتات زينة، إنتاج نباتات زينة في طرسوس، هي القريبة من مدينة مرسين. استمريت بهالشركة حوالي 2.5 سنين، فأنا أخذت منها يعني أضفت لخبرتي بنباتات الزينة، تعلمت كيف هون سوق العمل بتركيا. وبعد هيك جيت مثل أخذت مشتل صغير هون بمرسين، مدينة مرسين، كان عبارة عن دنوم. بعد فترة، بعد تقريبا سنة، حاولنا نوسع هذا المشروع، أخذنا أرض تانية اللي هي نحن حاليا موجودين فيها، عبارة عن 7 دنومات فيها نباتات زينة داخلية وخارجية. أول شيء أنا لما بدي أقتني نبات جيبه لبيتي أو لحديقتي أو مهما يكن، لازم أنه ولو أعرف شوية معلومات بسيطة أبحث عنها، ممكن من الإنترنت أسأل أخصائي عن هذا النبات كيف بيعيش. يعني ممكن بالدرجة الأولى ما أنه جيب نبات خارجي وحطه جوا الصالون، أو جيب نبات صالوني حطه تحت الشمس كون قضيت عليه. فأنا بشكل عام فيني أقول لأي حدا بده يربي نبات، أنت إذا بدك تسقي النبات أول شيء ممكن حط أصبعتي هيك ضمن الحوض على عمق 2 سم، إذا شفت رطوبة بالتربة فما في داعي أعطيه مي، إذا أعطيته مي زائدة عن حده أنه أنا عم بخنق الجذور، هي ما رح تقدر تمتص، ما رح تقدر تتحرك يعني ضمن التربة بشكل مريح. وإضافة أنه ممكن رح أعمل مشاكل أمراض فطرية نحن بغنى عنها يعني بالنبات. ممكن انتبه لإضاءة النبات، في نباتات بتحب الضوء، في نباتات بتحب الشمس يعني تجيها بشكل مباشر. يعني ممكن هلأ السماد كمان له أهمية، أنا أعطي أسمدة ممكن كل 15 يوم كل شهر بشكل متوازن، كمان ما كتر كمية السماد أحرق النبات. هلأ نحن سواء نحن أو زملائنا التانيين بهالمجال اللي عاملين نباتات زينة من الأخوة العرب أو السوريين متواجدين هون في تركيا، أضفنا بعض الإضافات على نباتات الزينة، يعني مثل نبات الفل، الياسمين، ياسمين الدمشقي الموجود عندنا بسوريا، صار يستخدم بالمجمعات السكنية، يزرعوه بالستيات، تعرف الياسمين وجمال هذا النبات، أنواع الفل ورائحته، فصاروا الأتراك تعرفوا عليها وصاروا يهتموا فيها بشكل أكبر وأوسع. وإن شاء الله طموحنا أكبر من هيك بكتير، هو إن شاء الله نقطة بداية لحتى نوسع بهذا المجال ونطور فيه. ممكن مستقبلاً كمان في عندنا خطط أنه ندخل الأشجار المثمرة، الإنتاج شتول الأشجار المثمرة. مجال الزراعة شوف مجال واسع كتير، وخاصة بهالمنطقة الرقعة اللي نحن موجودين فيها، منطقة شريط البحر المتوسط بتركيا.